السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح. ويسعد عندكم صباح ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. معانا اخونا حمدي العربي حبيبي استاذ الباشا امين النظلي حريفة صيد عم احمد جودة ابن خالي وخال عيالي. طالعين النهارده شباب ان شاء الله باذن الله رحلة بحث عن البولتي. طالعين يم ايدكم كده هنجرب كام مية وان شاء الله يعني نغير جو، لان احنا برضو اخر يوم في الاجازة بتاعتنا نهاية النهاردة الجمعة. فالله المستعان تكون رحلتنا جميلة وموفقة نبسطوكم معانا. وبرضو ان شاء الله يعني الله لا يقدر لو رحلتنا ما فيهاش سمك هننزله برضو الفيديو ده نسلمه عليكم. خليكم معانا شباب ان شاء الله يبقى فيديو كويس، ربنا المستعان. طبعا احمد عمال بيلطش ورا. انا المفروض ان انا كنت جايب الناس على مية بس تهت عنها. جينا على الترعة الصغيرة دي، هي شكلها حلو وفيها سمك بس للأسف ما احنا معناش غير غلة، بس غلة وعجينة وصنانير اللطش. طبعا احمد بيلطش خد سمك، احنا ايه لحد دلوقتي يعني شراية صغيرة بس اللي واكلة بالغلة، فهناخد نقلة تانية كده الله المستعان يمكن نوصل للمية. ربنا كريم الله المستعان. طبعا يا شباب لما تدخلوا على فيديو وتلاقوا فيه المناظر الجميلة دي تعرفوا ان الفيديو مفهوش سمك. بس عند صباح الحمد لله صباح. وصلنا يا جماعة مية تانية اهيت. يا مسهل الحال يا رب، انا نزلت اهو لسه خدت معايا اخده بس ما لحقتهاش، احتمال تكون سمكه صغيره. طبعا انا قاعد ايه اعمل لي نعمل كوبايه شاي اهو اتفضلوا معانا وربنا المستعان ان شاء الله. احنا كده تقريبا وقت طويل خالص من الفيديو عدى على الفاضي، ان شاء الله تكون ساعه ربنا يسلي فيها الحق. الله كريم. يسعد صباحكم. ايوه اذا كان عندكم صباح ويسعد مساكم اذا كان عندكم مساء. والله يا جماعه احنا بنطلع بنصطاد، فطبعا زي ما انتم شايفين كده في يوم بيبقى ماشي حلو طلع سمك من اي حته، لو رميت في الشارع هتطلع سمك، ويوم زي كده ادي البرده اتحلت مننا والدنيا بايظه معانا. فاحنا من كل ما بنطلع بنجيبوا سمك يا جماعه متمرمطوا والله متبهدلوا عشان نعمل لكم فيديو حلو، وانتوا والزنيبين بالتليفون ربنا يستر علينا يا رب ونعافوا ونروحوا. لما جبنا حتى ليله. ايوه كمل كمل. خليكم معانا ان شاء الله واللي جاي اوحش ان شاء الله. هو ده الصيد يا جدعان، هو ده الصيد. والله عطلانين اهو، عطلانين في ارض زراعيه ولا لا من لا اللي هنا شافونا ولا اللي هنا شافونا. حتى حد ينقذنا. طبعا احنا ايه في الاول يعني وفي الاخر دي نهايه الفيديو يعني عشان تبقوا فاهمين تمام، بس احنا مش عارفين هنروح ازاي يعني، فربنا يسترها ان شاء الله يعني ايه. الله خير. السلام عليكم. العربيه طلعت اهو احنا ماشيين يعني لقينا سمك ولا راكبين ولا عارفين حتى نروحه ولا عارفين نروحه. جاب السمكه ازاي؟ السلام عليكم.